لمسات رمضانية. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه. يا أيها المختار، يا أيها المختار لمدحه ماذا أقول؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا محمد رحمة الدنيا ورائدها وصفوة الخلق من عرب ومن عجم في يوم مولده النور منبعث والليل يرحل والأكوان في نغم والفجر يبدو وضوء الصبح يتبعه هو الأمين هو الأمين بصدق القول متصف وبالمبادئ والأخلاق والشيم عفو رحيم نقي طبع ذو خلق قد صانه الله قد صانه الله قد صانه الله من فحش ومن وصم ويهجر الشرك والأصنام قاطبة لم يقرب له أو يسجد إلى صنم وراح يخلو بنور الله في كنف من الحفيظ فلم يضلل ولم يهم حتى أتاه أمين الوحي مبتهلا اقرأ محمد هذا النور فاغتنم فراح يدعو لدين الله فراح يدعو لدين الله
لله ممتثلا لدعوة الله في الإصباح والغسم طه صلاة الله مني سرمدا ثم الصلاة عليك يا نجم الهدى الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى
إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب، يا أرحم الراحمين، يا إلهي، إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي على نفسي لم أجعل لك ولدا ولا شريكا، ولم أجعل لك ندا ولا كفوا، فإن تعذب فعدل منك، وإن تعفو فإنك أنت العزيز الحكيم. إلهي، أحب طاعتك وإن قصرت عنها، وأكره معصيتك وإن ركبتها، فتفضل علي بالجنة وإن لم أكن أهلا لها، وخلصني من النار وإن استوجبتها. إلهي، لو وصلت ذنوبي إلى السماء وخرقت النجوم، أو بلغت أسفل الثرى، ما ردني اليأس عن توقع غفرانك، ولا صرفني القنوط عن ابتغاء رضوانك. إلهي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، أو تسلط النار على ألسن نطقت بتوحيدك صادقة؟ إلهي، أو تسلط النار على ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة؟ إلهي، أتسلط النار على جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة؟ إلهي، وعزتك، لئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بعفوك. إلهي، وعزتك، لئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بعفوك، ولئن أخذتني بجهلي لأطالبنك بحلمك، ولئن أدخلتني النار لأعرفن أهلها أني كنت أوحدك وأحبك، ولئن أدخلتني النار لقلت لأهلها إني كنت أوحدك وأحبك. إلهي، لا تغضب علي فلست أقوى على غضبك، ولا تسخط علي فلست أقوى لسخطك. اللهم اجعلني عبدا طائعا فأكرمته، اللهم اجعلني عبدا طائعا فأكرمته، اللهم اجعلني عبدا طائعا فأكرمته، وإن كنت عبدا عاصيا فاجعلني ممن رحمته برحمتك. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، إلهي وسيدي ومولاي، ضاقت حالتي وأنت وسيلتي. اللهم في هذه الساعة، اللهم في هذه اللحظات، نسألك وأكفنا إليك مرفوعة، وألسنتنا إليك تلهج بالدعاء، لا ترد سائلا عن بابك، لا ترد سائلا عن بابك،
لا ترد سائلا عن بابك إلا أعطيته من فضلك وجودك وكرمك. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تستطيع مع إنفوغراد الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهرياً. من خلال منصاتنا الإلكترونية معاً نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع بإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغراد شريك النجاح. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول.
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعظم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل، حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟ فالقلب غاية
سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.